صباح الخير، نشرة أخبار صباح البلد. مجلس النواب يواصل جلساته لمناقشة عدد من القوانين، حيث يواصل مجلس النواب جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. تتواصل اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 10 بمحافظة الإسكندرية، والذي يقام تحت عنوان الرقمنة في الموانئ وصناعة النقل البحري، وتنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي وجامعة جنوا الإيطالية والهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعه الدوري حول مالي في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، والتي تم على أثرها تغيير قادة المرحلة الانتقالية. ومن المنتظر أن يستعرض الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، يستعرض التطورات المسجلة منذ صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مالي، مع التأكيد على أهمية تركيز الجهود على تنظيم الانتخابات في فبراير 2022. رياضيا، قرر الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم في إطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي. ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى تونس غدا استعدادا لمواجهة فريق الترجي المقرر لها في 19 من يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتقام اليوم عالميا ثلاث مباريات ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة يورو 2020، حيث يلتقي المنتخب الاسكتلندي مع منتخب التشيك في الثالثة عصرا، فيما يواجه منتخب بولندا منافسه السلوفاكي في السادسة مساء، كما يلتقي منتخب اسبانيا مع نظيره السويدي في التاسعة مساء. نهاية النشرة، عودة مرة أخرى إلى الزملاء داليا وجابر.